طيب الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية، كما نستقبل رسائلكم عبر خدمة الواتساب وعلى الأرقام التي سوف تظهر تباعا أسفل الشاشة. فاصل ونعود إليكم. ما زلنا صامدون وسنستمر إلى أن تخرج حقوقنا. ما هي حقوقنا؟ الماء والكهرباء. الله أكبر. نعلم جيدا وجود أيادي ترجع إلى أجندات أمريكية وإسرائيلية. تابعنا ايضا ما جرى من حرق ومن هجوم، عندنا افلام عندنا صور، ونحن طبعا ما راح نذهب باتجاه الشباب العاديين، وانما سنذهب الى الرؤوس التي اختفت. أهلا بكم من جديد. بمناسبة يوم الصحافة العراقية، اليوم نريد أن نتحدث عن وضع الصحفيين في العراق، لأن يعني العراق من بين أخطر دول العالم في العمل الصحفي، حيث يتعرض الصحفيون للقتل والاعتقال والتهديد من قبل الأحزاب السياسية ومن قبل شخصيات سياسية والميليشيات المرتبطة بهم. في البداية دعونا نتابع مقطع فيديوي للصحفي جواد كاظم الخفاجي الرئيس التنفيذي لجريدة النهار، يتحدث عن التهديدات التي تلقاها وآخرها قبل 5 أيام، والسبب هو كما يقول بسبب كشف الجريدة لعمليات الفساد في العراق. دعونا نشاهد المقطع ونعود إليكم. الرحمن الرحيم. جواد كاظم منير عباس الخفاجي رئيس تحرير التنفيذي لجريدة النهار المستقلة، اللقب الصحفي جواد التونسي. تعرضنا أنا وزملائي هي تحرير جريدة النهار لأكثر من تهديد، وآخر تهديد هو يوم 10 الشهر الجاري الاثنين الساعة 11:30 قبل الظهر. جتنا رسائل مسجات أنه أن نترك الجريدة ونغلقها لأنه إحنا غير مرغوب كتاباتنا. الناحية الأخرى طبعا بالمناسبة قدمت دعوة شكوى في مركز شرطة الزعفرانية يوم أمس الساعة 8:30 ليلا، وأكو شكوى أخرى قدمها مركز شرطة السعدولية قريب على الجريدة. تعرضت إلى مساءلة أثناء تأشير لأحد سيارات التاكسي، صعدت بها كان سيارة تاكسي صفراء الانترا بها شاب يعني عمره تقريبا 35 إلى 40. بعدين بعد ما عبرنا منطقة معسكر رشيد اكو 2 على الشارع وقفوا لهم، قال ذولا اقاربي. فقال للولد انا صاعد بالصدر، قال له نفتر منه عندنا حكي ويا الاخ. شعدكم حكي؟ قالوا انت لا تخاف. عندنا حكي طبينا على معسكر رشيد. قالوا انت رئيس تحرير تنفيذي؟ قلت لهم نعم. قالوا نطلب منك انه رساله شفويه توصلها لزملائك، احنا لا نضربك ولا نقتلك وهذا موبايلك وفلوسك.
احنا نريد رسالة شفوية توصلها لجماعتك انه يتركون الجريدة ما يداومون بداية هذا الاسبوع، واحنا انتم نعرفكم صحفيين، مجرد صحفيين تشتغلون يم مدير عام اللي هو اسمه حسن جمعة، ونعرف بيه انه عنده شغلة ويا نقيب الصحفيين تونس عنده انتخابات، وتبلغه بطريقك قل له اعذر من انذر ليجي للعراق، ترى احنا هدفنا الرئيسي هو حسن جمعة وانتو الهداف الثانوية بعد حسن جمعة. ولذلك انا بلغت زملائي اليوم خبرتهم انه يقدمون استقالة ويدزوها رئيس التحرير مدير العام مؤسسة النهار الاخ الزميل حسن جمعة، وبدوري اناشد نقابة الصحفيين العراقيين كوني عضوا ممارسا او عاملا في النقابة، واناشد اتحاد الصحافة العربي، واناشد اتحاد الصحافة العالمي والمنظمات الانسانية ومنظمات حقوق الانسان ومنظمات الدفاع عن الصحفيين، منظمات التعبير عن حقوق الصحفيين ونقابة المحامين، وكل شريف وكل مسؤول عراقي أو برلماني يسمع التهديد أرجو أن لا يكمموا الأفواه، لأنه إحنا ماذا نكتب على واحد مخلص أو شريف أو وطني؟ إحنا كتاباتنا على ناس فاسدين، ناس حرامية يسرقون البلد، وكتاباتنا إحنا ما نكتب يعني عشوائي، عندنا تجينا عندنا صحفيين استقصائيين سريين يجيبوننا معلومات ويجيبوننا وثائق وأدلة وبراهين، وبعدين حق الرد مكفول، هو اللي نكتب عليه يكتب يرد يقول يابا أنتوا ترى كتابتكم مو صحيحة، الصحيح كذا كذا كذا، وباب الجريدة مفتوحة وأكراس الصحفي دائما يدزوننا نكتب يدزلنا الدوائر أو الوزارات يدزلنا رأس الصحفي يقولون يا بيتوا كتبتوا بارك الله بكم، عالجنا الزحام، عالجنا تجارة المخدرات، عالجنا التجار بالبنات مثلا كتبنا عليه كذا، هاي الحالات السلبية الاجتماعية احنا نشخصها خدمة للشعب العراقي وخدمة للحكومة العراقية، احنا ما كاتبين أشياء مخلة، دا نكتب حالات فوضى تعم البلاد، هاي الحالات الفوضى دا نكتبها، تعرضنا لأكثر من تهديد، والأخ المدير العام حسن جمعة كم مرة ضربوا طلقات وأرادوا أنه يقتالونا، لكن سبحان الله الله سبحانه عز وجل دفع ما كان، وإحنا طبعا عندنا عوائل وعندنا أولاد وخايفين على نفسنا، فقلت أنا الجماعة تقدمون استقالة، وأنا قدمت استقالة دزيتها بالبريد الإلكتروني للأستاذ مدير عام مؤسسة النهار حسن جمعة، وأنا أشكر استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلام واضح من قبل الرئيس التنفيذي لجريدة النهار، تم تهديده أكثر من مرة وآخرها سمعناها قبل 5 أيام هو والكادر اللي وياه، لأنهم ينشرون ملفات فساد في العراق ويقول بالوثائق ننشرها، وبأن حق الرد مكفول بالنسبة لمن يتم اتهامه من قبل السياسيين، ولكن جوابهم هو التهديد وغلق الجريدة. بعد وين حرية التعبير والديمقراطية اللي يتحدثون عنها؟ لو النوب يطلع لنا رئيس الحكومة في العراق عادل عبد المهدي يبارك للصحفيين بيوم الصحافة العراقية، يعني يبدو أنه لا يعرف بأن العراق من ضمن أسوأ وأخطر بلدان العالم في العمل الصحفي، واللي راح نوضحها أكثر بالأرقام من خلال عرض تقارير دولية تؤكد عمليات القتل والاعتقالات والانتهاكات والتهديدات التي يتلقاها الصحفي العراقي الذي يفضح الفساد والتجاوزات في العراق. على سبيل المثال، بحسب منظمة مراسلون بلا حدود لديها تقرير صدر العام الماضي 2018 لمؤشر حرية الصحافة الذي يقوم بقياس أوضاع الصحافة في 180 بلد حول العالم، فإن العراق يحتل المرتبة 160، أي في ذيل القائمة من حيث حرية الصحفي والصحافة في ممارسة عملها بشكل
بشكل الطبيعي. بحسب التقرير أيضا فإن الصحفيين العراقيين يعانون، حيث أن العديد من وسائل الإعلام أجبرت على الإغلاق، وتعرض صحفيون لاعتداءات جسدية، وبعض الصحفيين تم استهدافهم من قبل سياسيين وجماعات مسلحة متورطة في الفساد. هذا تقرير لمنظمة مراسلون بلا حدود الدولية في عام 2010، راح نجي عليها بعد ما ناخذ الاتصال. عبد الله من الطارمية، تفضل عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف شنو رأيك بوضع الصحفيين في العراق؟ اللي هو عاد التغيير حسب ما اسمى الرئيس الامريكي جورج بوش. نعم. والى الان لا توجد صحافه في العراق، ولا توجد حريه للراي او التعبير. نعم. الان منشور على الفيسبوك من اي اعلامي عراقي قد يذهب به الى غياهب السجون، او قد يغير. حريه الصحافه حريه مكبله في العراق، والصحفي العراقي يعاني منذ عقد ونصف تقريبا 15 عاما يعاني من تكميم الافواه، والصحفي العراقي لا يستطيع ان يكتب ما يؤمن به الا عند خروجه من العراق واستقراره في احدى دول الجوار او الدول الغربيه. نعم. الكثير من الصحفيين قتلوا لا لشيء الا لانهم كتبوا او طرحوا بما يؤمنون به، وذلك على يد الميليشيات، على يد كثير من الجماعات المسلحة منذ عام 2003 إلى الآن. أنا شخصيا قبل 3 أو 4 أشهر تقريبا أحد المؤسسات الحكومية بصفتي صحفي، لكني لم أتبع لأي حزب، فأنا تشاجرت مع حرس هذا المبنى الحكومي، كانوا عليه بالضرب بعقاب البلادق. لو حدث هذا الفعل في أحد الدول الأوروبية أو الغربية، تقدر تذكر لنا من هذا الشخص بالتحديد عبد الله؟ الحادثة بالتفصيل؟ نعم. الحادثة بالتفصيل تقدر تذكر لنا إياها؟ من هذا السياسي أو الشخص؟ نعم. المسؤول؟ والله دخلت إلى أحد المؤسسات الحكومية اللي هي تابعة للوقف السني. نعم. السني في العراق، دخلت إلى هذه الدائرة بغداد بصفتي صحفي وإعلامي باحث عن الحقيقة، باحث في بغداد استقصي الأخبار وبصفتي الرسمية. نعم. في بغداد بصفة الرسمية، لكن نعم أحد الحراس كان متعاطي، الله أعلم يعني كان متعاطي أو كان لديه ضغوطات نفسية، صار خلاف بينه وبينه، فتدخل صاحبه وأصبح الشجار والصوت عاليا، ثم انهالوا عليه بعقاب البنادق، ثم صار التدخل يعني من أطراف محوطين بنا، فانتهى الاشتباك وقمت بتسجيل دعوة في مركز شرطة القريب من الحادث، وهذه قبل 4 أشهر تقريبا. حرية الصحافة لا توجد في العراق. نعم. حرية الصحافة في العراق حذر على ورق، والكل يداهن الحكومة، والكل يخشى الميليشيات. أغلب الصحفيين الذين ما زالوا في العراق هم يداهنون ويخشون الميليشيات، ولذلك لا تجد الحقيقة فيما يكتبون. عبد الله، وين وصلت القضية مالتك؟ أنت أقمت دعوة، هل القاضي أصدر مذكرة إلقاء قبض أو استدعاء لهذا اللي ضربك أو المجموعة اللي ضربتك من ذول الحراسات أو قوات الأمن؟ أنا قمت دعوة في مركز شرطة قريب من الحادث. نعم. لكن الحقيقة أنه وجدت أنه هم أنفسهم هؤلاء عناصر الأسئات حماية هذا المبنى، وجدتم قاموا عليه دعوة قبل أن نقيم عليهم دعوة، ولهذا تنازل، وإلا لم نتنازل، نحن في الواجب، وسنقول إنه شتمنا أو ضربنا أو إلى ما هنالك، وأنت الذي ستعاقب، بيننا أكثر وفي فضلت أن أتنازل عنهم. هذه قبل 4 أشهر تقريبا، وفي دائرة حكومية وتنازلت عن القضية بكل أدب، وفي ملابسي دوامي. نعم. يعني ملابس دوامي ذهبت لأستقصي الحقيقة وأستفسر من خبر، انهالوا علي بالضرب، وكان أحدهم متعاطي، واضطرت أنه تتنازل عن الدعوة مالتك. نعم 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 نعم، اضطرت أنه أتنازل، لأنه وجدت أنه ضباط العسكر، ضباط البناية راحوا مركز الشرطة قبلي، ذهبوا لمركز الشرطة قبلي
بربع ساعة تقريبا وأقاموا على دعوة، فقمت أنا دعوة، فخيرني ضابط الخفر خيرني إنه أما أتنازل أو أستمر، فلهذا تنازلت فتنازلوا عني. الحرية مكبلة مقيدة في العراق، ولا توجد حرية صحافة مطلقا، وهذا يعلمه القاضي والداني وأولهم ميد اللامي، السيد ميد اللامي نقيب الصحفيين في العراق. لكن بصراحة ناس الإعلاميين هنا في العراق نعم يجانبون الحقيقة ويجانبون الصواب لا لشيء سوى لأجل المبالغ التي يستلمونها أو يتقاضونها جزاء عملهم في المؤسسات الإعلامية العراقية، وذلك على حساب الحقيقة وعلى حساب الواقع وعلى حساب أن يقولوا الخبر الصحيح أو ينقلوا الخبر الصحيح ويصفوا الخبر الصحيح. نعم، أنا أشكرك عبد الله من الطارمية، كان معنا وهو صحفي معنا منتظر الكركوشي من البصرة. منتظر، احنا عرضنا مقطع للرئيس التنفيذي لجريدة النهار وتحدث فيها عن تهديده من قبل ميليشيات متصلة بأحزاب سياسية، لأن الجريدة كما قال تكشف ملفات فساد. تعليقك. مساء الخير. مساء النور. مساء الخير على جميع المشاهدين، ونبارك لجميع الأسرة الصحفية بتأسيس ذكرى تأسيس الصحافة العراقية العيد 150. نعم. وكذلك في هذه المناسبة نستذكر شهداء كلمة، شهداء كلمة الحق وشهداء الحقيقة. طبعا يوسفنا بأنه ما يحصل من اعتداءات على الصحفيين بين فترة وأخرى، طبعا من المتابعين لقضية جريدة النهار والاعتداءات التي قالت الزملاء سينكرها، ونشدد على يعني الحكومة العراقية بمساحقة الجنات، ولكن للأسف كلما حدثت جريمة تشكل لجان تقديرية وليست تحقيقية وتشوف القضايا. أعتقد اليوم الصحفي العراقي يمارس أو بين ثلاث ضغوطات أو ثلاث تحديات. التحدي الأول هي للأسف المفروض أن يكون حامية لحقوق الصحفي الجهات الحكومية أو رجل الأمن غير الواعي وغير المثقف فيما يخص واجب العمل الصحفي. والتحدي الآخر جميع المسلحة المدعومة من قبل الجهات الحزبية، والمجموعة الثالثة هو التحديات المجاميع العشائرية. أصبحنا اليوم نتجنب الكتابة عن العشائر، فبالتالي هذه ثلاث تحديات هي تواجه الصحفي اليوم. فعندما عند كتابة أي تحقيق أو أي تقرير أو أي خبر نراعي هذه التحديات الثلاثة، خوفا يعني من الملاحقة وخوفا للحصار على حياة. نعم، منتظر يعني هذه التحديات اللي ذكرتها، يعني هل السبب في نقابة الصحفيين في الحكومة أم في المجتمع؟ طبعا الجميع مسؤول عن هذه التحديات. نقابة الصحفيين لا حول ولا قوة، لا تمتلك غير البيانات الاستنكارية ومتابعة بعض القضايا وينتهي دورها. أعتقد هو الدور على الحكومة العراقية، البرلمان شرع قانون فيما يخص حماية الصحفيين، اليوم هو دور الحكومة لتطبيق هذا القانون وحماية الصحفي. يعني شلون أنا اليوم أغطي عمل ومن يضمن لي حقوقي ومن يضمن لي يعني حماية مصدر المعلومة؟ اليوم يعني ما نواجه صعوبة الوصول إلى المعلومة والحفاظ على مصدرك، يعني عندما تطلق معلومة الكل يلاحقك ويقول من أين مصدر هذه المعلومة، في حين أن قانون حماية الصحفيين يتيح للصحفي عدم الكشف عن مصدر المعلومة لا بأمر قضائي. وبالتالي عندما لا تكشف عن مصدر معلومتك تواجه الكثير من التحديات والكثير من الضغوطات للكشف عن مصدر المعلومة. فأعتقد بأنه هو من واجب الحكومة هي رعاية هذه القوانين وتطبيقها وحماية الصحفيين. آخر حدث هو ما حصل لجريدة النهار وكادر جريدة النهار، هذا من المؤسف أن يحصل، ولم نشهد أي إجراءات حقيقية من قبل الحكومة العراقية وأيضا من قبل البرلمان العراقي واللجان المعنية بهذا الأمر ولجان حقوق الإنسان. فيصنف العراق لأنه من أخطر الأماكن للعمل الصحفي نتيجة الخروقات. هنا في البصرة شهدنا في عام 2018 أكثر من 25 اعتداء على الصحفيين، تصنف بين السب والشتم والاحتقال وتكسير معدات ومنع من التغطية. بصراحة منتظر، من هي أكثر الجهات التي
تقوم بتهديد الصحفي، ان تحدثنا في محافظة البصرة بشكل خاص. نعم، اذا تحدثنا عن عام 2018 ما رافق الاحتجاجات هو رجل الامن والحكومة العراقية كانت هي تحدث، ومن ثم تأتي المجاميع المجهولة والمجاميع المسلحة والتحدث الثالث مثل ما ذكرت هو العشائرية موجودة، لكن لم نشهد في البصرة خلال عام 2018 الاختبار الاحتجاج كانت النسبة الأكبر فيما يخص هذه التحديات. فأنا أسلفت الحديث بأن التحديات الثلاثة، هذه القوة الثلاثة التي في مواجهة مباشرة مع الصحفي، فعلى الحكومة العراقية اللي المفروض أو الجهات الأمنية اللي هي المفروض توفر بيئة آمنة للعمل الصحفي، نشاهدها في بعض الأحيان تضيق من عمل الصحفي وتمنع من التغطية، هذه نتيجة عدم وجود ثقافة يعني للعمل الصحفي وعدم وجود وعي وإدراك لقانون حماية الصحفيين. لا نشهد لم نشاهد أنه احترام لعمل الصحفي، بينما الصحفي هو يقدم خدمة عامة، لانه يقدم خدمه للمسؤول من خلال ايصال اخباره وبياناته للمواطن، وكذلك ينقل معاناه المواطن وما يريد المواطن المسؤول، وبالتالي هو حلقه وصل. ولكن اليوم هو بين نارين، حتى المجتمع هو يتحمل المسؤول. انا استغل وجودك معايا اخ منتظر بما انه انت صحفي، من ناحيه الحقوق يعني نشوف انه الصحفي اللي يعمل في العراق ان كان في صحف او في قنوات يعني ليس له حقوق محفوظة، ليس هناك يعني دور فعلي بالنسبة للنقابة أو للحكومة من قبل مثلا وزارة الثقافة أو الهيئة العليا للإعلام في العراق بأن تتابع قضايا الصحفيين. تدري أنت مثل ما أنت تفضلت، يعني هناك صحفيين يتعرضون إلى القتل، ربما أنه عائلته لا يحتسب لها راتب تقاعدي أو يصاب، لا يتاح له العلاج بالمجان، تدعم الحكومة في هذا المجال، يعني هناك حقوق مسلوبة للصحفي في العراق. تعليقك. نعم، طبعا أنا عملي يتركز فيما يخص حماية الصحفيين، لأن أنا رئيس لجنة الحريات الصحفية في نقابة الصحفيين، ومدير المركز العراقي للحريات الصحفية في البصرة، المركز في البصرة، وبالتالي كان عملي يتركز عن حقوق الصحفيين. نعم. يعني للأسف كثير من الشهداء في الصحافة وحتى الذين يعني توفوا أثناء العمل، ليس استشهاد، ربما كانت يعني ضغوط العمل أو أصابهم مرض أثناء العمل، لم ينال حقوقهم لحد الآن. يعني تخيل أن الأسرة الصحفية في بعض الأحيان نجمع بعض الأموال لإيصالها إلى هذه العوائل، أو مساعدات بسيطة مثل ما حصل اليوم من الاحتفالية بذكرى عيد الصحافة، في هذه المهرجانات نكرم عوائلهم. الجانب الحكومي للأسف مهمل، يعني أبسط الحقوق والمفروض قطعة أرض عوائلهم، أو للصحفيين العاملين المفروض هناك قطع أراضي، هذا الملف متوقف قطع الأراضي لسبب غير معلوم لحد الآن، هناك أكثر من 12 زونة محجوزة لنقابة الصحفيين يتم الموافقة عليها لحد الآن، الرواتب التقاعدية كذلك، يعني المفروض عائلة الصحفي تعيش في كرامة على اعتبارهم كان ضحية لكلمة الحقيقة وكلمة الحق. للأسف هذا الفلف منسي، كذلك استدعي على نقابة الصحفيين المفروض أن يكون هذا الفلف في طليعة وأولية اهتمامات المطالبة بحقوق الصحفيين. يعني من الصعوبة اليوم نشوف عائلة صحفي اسمه زيته وابنها الشهيد أو يعني فقد حياته. يعني من خلال دوركم فاتحتوا نقابة الصحفيين يعني بهذا الموضوع، ما هو كان ردهم؟ نعم طبعا انا من العاملين في نقابه الصحفيين ودائما ما نطرح هذا الموضوع، ولكن يحتاج الى جدية من قبل. تعرف يعني احنا اليوم الوضع السياسي غير مستقر، ولدينا الكثير من القوانين المعطله، يعني عندما تتحدث عن توزيع قطع الاراضي تغير كم وزير، وكل وزير ياتي يعيد الحسابات من الصفر، وبالتالي نبدا بترويج معاملات جديده حتى يعني اصابت الياس فيما يخص يعني تجديد معاملات ومطالبات وكيف تعامل بإذلال في هذا. فأعتقد هو الموضوع يتصدر أولويات نقابة الصحفيين، ولكن يحتاج إلى جدية في العمل. يعني ننتظر عودة السيد مؤيد اللامي من تونس، وهناك احتفالية ستكون في بغداد وتكون لقاء نقيب، وسنطرح هذا الموضوع من جديد سواء من خلال نقابة البصرة وإيصاله إلى بغداد أو سواء بطريقة
مباشره وتقديم مذكره او مطالبه يعني فيما يخص تفعيل مستحقات الصحفيين. على اعتبار المنح الصحفيين توقفت بعد عام 2014 بسبب الازمه الماليه وما حصل، فبالتالي وزاره الثقافه وقفت هذه المنح. المفروض هذه المنح تعود من جديد، وقطع الاراضي تعود من جديد كان ابسط مستحقات وحقوق الصحفي. نعم، أنا أشكرك أخي منتظر الكركوشي الصحفي من محافظة البصرة. معنا اتصال حسين اللامي كذلك من البصرة، تفضل حسين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. بالبداية تحياتي وسلامي. حياك الله يا أهلا. قناة الرافدين من بداية من حضرتك طبعا. أهلا وسهلا بك. قائمين على البرنامج. حياك الله. موضوعكم على انتهاك حقوق الصحفيين. نعم. مو على ما اعتقد؟ اي نعم. من اي مبدا في تبديله؟ طبعا بمناسبه يوم الصحافه العراقيه، واحنا نتحدث عن ارقام بانه العراق شهد من العام 2003 ولغايه الان اعلى المعدلات مع الاسف في مقتل الصحفيين العراقيين واصابه الصحفيين آخرين، اعتقالات، تهديدات. عرضنا في بداية الحلقة مقطع للرئيس التنفيذي لجريدة النهار، تحدث به اليوم بأنه تعرض إلى تهديد. نعم. إلى والزملاء، واضطر إلى أنه يقدم استقالة هو والزملاء لأنه تعرض إلى تهديد من قبل ميليشيات مرتبطة بأحزاب، لأنه يكتب هو والزملاء في هذه الجريدة ويكشف ملفات فساد كما قال. نعم. عزيز الفاضل، الصحفي بالبصرة أو الإعلامي. نعم. يعني بصورة عامة هي الثقافة، الصحافة والإعلام واجبهم إيصال كلمة من حكومة أو من واقع المواطن. الدول العالم، دول العالم كلها، هذا واجب الصحفي والإعلامي أنه ينقل حقيقة سواء كانت مبهمة أو واقع للمواطن. نعم. عندنا بالعراق الصحفي اذا نقل الكلمه اللي راح يوصلها وراها اكثر من اساس، وراها حزب، وراها برلمان، وراها حكومه، وراها قد شخص مسؤول. نعم. نقل الكلمه بالصوره المطلوبه من عنده، صراحه تكون بالبدايه حياته معرضه للخطر. العفو. نعم. حياه عائلته. نعم. نعم. بصورة عامة بالنسبة للصحافة بالعراق وجودها حاليا مسير مو مخير. شلون؟ تريد تبقى صحفي تنقل كلمة، انقلها كما اريدها انا، شلون اريدها انا، تنقلها للمواطن، تنقلها بالصورة الصحيحة، راح تكون انت عنصر مهدد، اما بالقتل او تهجير او اعتداء مثل ما قلت حضرتك. اذا ما قدر يوصل شخصيا، راح اثناء نقل الكلمة او الموضوع راح تكون الكادر مالته معرض للاعتداء، وصارت بالبصرة بمظاهرات البصرة اللي حصلت العام كاميرات تفلشت، صحفيين انضربوا وانهانوا من قبل احزاب، من قبل حتى عناصر امنيه بالحكومه. نعم. يعني بصوره عامه الصحافه بالعراق جاي اشوفها، يعني مو بس انا اشوفها، الكل يشوفها عنصر مهدد من كل النواحي، من سياسه، من حزب، من عشيره، من كل النواحي مهدد. يعني هم واجبهم، هذا هم واجب كصحافه واجب، بس مو بالعراق، مع احترامات يعني حضرتك وللمستمع. نعم. بالعراق ما عندنا كل قوانين لحمايه حقوق الانسان، اي قاعد حمايه حقوق الانسان ما عندنا. الدليل الموضوع اللي ذكرته بالبدايه. نعم. قالت رئيس جريده النهار. نعم. هذا واحد من المواضيع. ليش قدم استقاله هو بنظرك؟ ليش قدم استقالة؟ نعم. إذا ما يقدم استقالة راح يتهدد أما بقتل أو تهجير. نعم. أو إذا شخص من عائلته، فيقول لك أنا أختصر هاي الأمور كلها اللي أدري بها راح تصير لي وأقدم استقالة، أستقيل من هذا الموضوع، أستقيل أحسن لي، يعني أأمن لي وأأمن عائلتي. الصحافة ما راح تأمن له معيشة زينة، ما راح. نعم. تأمن له تدبيئة أمين العائلة وإلي، يقول لك أنا أستقيل من الصحافة، أحسن أستقيل. نعم. من الجريدة. زين، ليس من المفترض واجب الحكومة بعد 16 سنة أنه على الأقل أنه تخفض من مستوى التهديد والقتل والاعتقال بحق الصحفيين؟ يعني هذا أبسط شيء.
يعني أنت إذا اليوم عنصر الأمني اللي هو مفترض يحميني ويحميك ويحمي المواطن العادي والطبيب والصحفي والقاضي وإلى آخره، اليوم هو أصبح يعني أحد الأسباب بتعرض الصحفي للاعتقال أو الإهانة أو كما تفضلت بكسر كاميرته أو التهديد، وطبعا على رأسهم الميليشيات المرتبطة بالأحزاب إذا ما القناة أو الصحيفة كشفت ملف فساد مرتبط بهذا الحزب أو ذاك. بغض النظر عن هذا الواجب اللي تابع للحكومة والمفروض من عندها، يعني ما نترجاهم أنه يأمنون فد وضع مستقر وآمن للصحفي. بغض النظر عن هذا الواجب، الحكومة بهاي 16 سنة اللي فضلت فيها حضرتك ما قدمت لك أي شيء. نعم. أي شيء ما قدمت لك. أجي لك شلون؟ من بعد 16 سنة، اترك 16 سنة، من بعد وضعية داعش والأحداث اللي صارت فيها. نعم. اترك لها التذاكر، ايش قد 14 سنه اتركهم، تعالي لهاي الفتره اربع سنوات او ثلاث. نعم. كم شهيد راح فيها؟ كم شخص تصوب؟ زين؟ كم عائله بعائله بقيه المحافظات اللي حصلت فيها معركه داعش؟ نعم. تاذت. بيوتها تهدمت، عوائلهم تشتتوا وتهجروا، شنو قدمت الحكومه لهم؟ الحكومه جاي تترك المواضيع المهمه وتسلط الضوء على موضوع تافه. اذكر لك واحد من المواضيع الهسم، يعني الامه متاججه عليه وكل الوسائل جاي تحكي فيها، تواصل اجتماعي، اذاعات، قنوات، موضوع التقاعد اللي فرضوه للضباط القدامى. نعم. اللي هم تابعين حزب البعث. زين؟ بنظرك انت من الاحق براتب التقاعد؟ عائله الشهيد اللي راح واستشهد في اجل، يعني من اجل عائله مهجره ومنتهكه، زين، ومهدده، سبوا نسوان، قتلوا اطفال، شنو سووا الدواعش؟ كل هذا تدون به. انطلعوا من الجنوب، من العماره، من البصره، من الناصريه، من السماوه، من 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 راحوا ورجعوا تابوا، من اوجب راتب التقاعد؟ هذا الشخص وعائلته او الرفيق اللي كان في حزب البعث؟ حكومتك بغض النظر عن موضوع الصحافه، الحكومة حاليا ما جاي تفرض أمور مقنعة للمواطن بالدرجة الأولى. نعم. البقية يعني غير المواطن، غير المواطن يعني قنوات تنتقد وتنتقد شخص، وبنفس الوقت تروح تسوي لقاء بالتلفزيون وتسمع له، تدري بالحكي راح يحكي كله ملفظ وكله مثل ما تقول تخدير أعصاب، بنفس الوقت تروح تستضيفه وهي تدري بيه مقصر. نعم. سواء كان برلمان او سواء كان وزير سابق او سواء كان عنصر امني او سواء كان ما كان. نعم. شنو اللي سوته الحكومه؟ شنو اللي قدمته للشعب؟ شنو قدمته للمواطن العراقي؟ اني اشكرك اخ حسين اللامي. اني اشكرك اخ حسين اللامي من البصره، كان معنا اتصال يوسف من السعوديه، تفضل يوسف. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ارحب بجميع العاملين في هذه القناه. حياك الله يا اهلا بك. عندي تعليق بسيط، بس انا كنت اتابع حديث رئيس تحرير صحيفه البيان العراقيه النهار. نعم. نعم، حول تهديد لتهديدات. اخي العزيز، لابد من وقفه من الجميع حول التصدي لمثل هذه الامور مما يتعرض له رجال الاعلام والصحافه في العالم، ليس في العراق فقط. نعم. لابد ان تكون هناك وقفه صادقه من الجميع، ما يتعرض له الاعلام والصحفيين والكتاب والنقاد في العالم من انتقادات لادعة من بعض العملاء، ليس من أبناء العراق، هم من يقوموا بهذه العمليات ليس من أبناء العراق، هم من الخارج. نعم، تبلى عليهم تلاوات لزعزعة وأمن واستقرار العراق. لذلك أطالب من جميع الكتاب والصحفيين في العالم وقفة صادقة من أجل حماية أو إنشاء سلطة دولية من صلاحياتها حماية الصحفيين والكتاب في العالم فقط، لا غير، ولا جاء رجال الإعلام. وأشكركم على هذا البرنامج الرائع عزيزي، والسلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. شكرا أخ يوسف من السعودية كان معنا. خلونا نتحدث بلغة الأرقام. 2010 صحيفة كريستيان ساينس مونيتور الأمريكية نشرت تقريرا حول حماية الصحفيين حول العالم، بينت بأنه أخطر 5 دول في العالم على الصحفيين واللي قد يتعرض فيها العاملون بمجال الإعلام للقتل والعنف والسجن والنفي وتهديد عائلاتهم
اللجنة في ذلك الوقت صنفت أخطر خمس دول على العمل الصحفي، أول بلد كان هو العراق، أول بلد كان هو العراق، بعدين تجي إيران والصين وروسيا والمكسيك. خلونا نجي بالترتيب. التقرير أشار إلى أنهم بين العام 2003 والعام 2010 89 صحفي قتلوا في العراق بشكل متعمد، و50 منهم قتلوا في حوادث إطلاق نار في العراق. كما بين التقرير أن 117 من الصحفيين الذين قتلوا في العراق هم عراقيون، وأن 105 منهم يلقى باللوم في مصرعهم على المجموعات المسلحة. طبعا هذه إحصائية لثماني سنوات فقط، وكما أشرنا من العام 2003 ولغاية العام 2010. إذا احتسبنا من العام 2003 ولغاية العام 2013، العراق شهد مقتل ما يزيد على 365 صحفي وإعلامي. هذا الرقم الكبير جاء في تقرير لموقع وتلفزيون دوش فيلا أو دي دبليو الألماني. تقرير لمرصد الحريات الصحفية في العراق في العام 2014 كشف فيه بأن مجمل الانتهاكات المرتكبة بحق الصحفيين وحرية العمل الإعلامي في عام 2014 فقط بلغت 328 انتهاك، بلغت 328 انتهاكا. بين العام 2014 والعام 2015 سجلت منظمة مراسلون بلا حدود 48 حالة اختطاف للصحفيين في العراق، خصوصا في الموصل على يد تنظيم داعش. على سبيل المثال، المراسل سيف طلال وحسن العنبكي قتلا في ديالة على يد الميليشيات التابعة للأحزاب السياسية الحاكمة في العراق، لأنهم كانوا يصورون الحرائق والتدمير الذي تعرض له قضاء المقدادية على يد الميليشيات في عام 2016. بحسب نقابة الصحفيين العراقيين في تقرير لها في عام 2016، فإن 435 صحفي قتل في العراق منذ العام 2003 ولغاية العام 2016. 435 صحفي قتل في العراق بين العام 2003 والعام 2016. لو تحدثنا عن الربع الأول من هذا العام، عام 2019، نجد أن الصحفيين والناشطين تعرضوا للكثير من الانتهاكات، وصلت بعضها إلى التصفية والقتل. على سبيل المثال، تقرير لمركز حقوق لدعم حرية التعبير حول الانتهاكات والاعتداءات التي سجلها المركز خلال الربع الأول من عام 2019 مؤكداً تسجيل مقتل الروائي علاء مجذوب، بالإضافة إلى 37 انتهاك بحق الصحفيين العراقيين. هذا طبعاً بس في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2019، وكذلك المتظاهرين، وهي الأعلى قياسا كما جاء في التقرير بالأشهر الثلاثة الأولى من العام الماضي 2018 بنسبة مضاعفة. معنا اتصال عماد من السويد، تفضل عماد. حبيبي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله. أنا باكيت حاضر البرنامج جدا آسف، بس هذا يعني تخلف. تفضل. هذا جدا 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 يعني تخلف، احنا عندنا تخلف. نعم. للإخوان الصحفيين ولكل شيء عندنا تخلف، يعني مع الأسف، لأن ما عندنا حكومة رادعة. نعم. حكومتنا فاشلة، لأن المستولي على الحكم وعلى العراق هي الأحزاب الفاشلة. نعم. فاشلة. زين. فلهذا السبب من اللي يروح فيها؟ اللي يروح بها الصحفيين. لينقلون الحقيقة للعالم. نعم. نعم عماد. أنا أشكرك عماد من السويد، كان معنا. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة حول الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفي في العراق. نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. هذول الطلاب شو قاعد يعبون شلون؟ هذا حال الطالب العراقي.
اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين، معنا اتصال محمد من السماوه، تفضل محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. تحيه لك وتحيه للرائدين. حياك الله يا اهلا بك. اخي العزيز، ان كنت تكون معي فانت ودي، وفق هذا المبدا البائس الاجوف المتخدث يتم التغطيه الجسديه لاصحاب كلمه طيبه. نعم تهاطم اصحاب الاقدام المستقيمه الصحيحه المستشكله بخطابها الانسان المدوي بين ضمائر واحترام جميع الناس، بعيده عن الاستخفاف بالقيم الانسانيه اولا، ثم الالتزام الادبي والاخلاقي بمهنيه الصحافه ورسالتها الانسانيه. تحيه لاصحاب الاقلام الصحفيه الصحيحه. سلاما عاليا وخلودا دائما على ارواح الشهداء، ونبتهل الى الله تعالى ان يكون اخر شهيد من شهداء الصحابه. وفي كل الاحوال سيظل هادي المهدي وابطال بهجه ماثلا في التذكره وليس نسيا منسيا. وشكرا لك يا اخي العزيز. الله يرحمهم ويعوضهم الجنه. أنا أشكرك أخي محمد من السماء وكان معنا. خلونا نقرأ بعض رسائل واتساب. يقول تحية إلى مقدم البرنامج وإلى كل كادر القناة. يقول البرنامج مكرس اليوم حول حقوق الصحفيين. يقول هنا نتساءل، هو من له حقوق في العراق اليوم؟ لا المواطن ولا الطبيب ولا الإعلامي ولا الموظف بالوظائف الطبيعية ولا المحامي ولا أحد، فقط الميليشياوي والمنتمي للأحزاب والنواب والمدراء العامون والوزراء والرئاسات الثلاث، والبعض من موظفيها هؤلاء لهم كل الحقوق، رواتب عالية فوق مستوى الخيال، امتيازات تملك أراضي ودور حسب ما يشتهي، وسفر على نفقة الدولة وغيرها، وكأنهم في الجنة ولغيرهم لا. أبو نور الحسن من بغداد. رسالة يقول فيها من المفترض أن تكون هناك سلطة دولية خاصة لحماية رجال الإعلام والصحافة في الدول التي لا يوجد بها استقرار أمني جراء الحروب والنكبات التي ألمت بها. أبو حاتم من الموصل يقول السلام عليكم أستاذ عمر، تحية لك ولكل كادر قناة الرافدين، يقول والمشاهدين الكرام أيضا. يقول العراق بدون حكومة ولا يوجد فيه مؤسسات، يقول في هذا البلد ولا مسؤول يشعر بالمسؤولية ولا رقابة أمنية تحمي كادر الدولة، موظفين مدنيين وغير ذلك. الصحفي حامل حياته على كفة وهو المستهدف الأول في هذا البلد، وأكثرهم للحق كارهون عمل الصحفي، ما يصرف لهم يقول، وهو في خطر، والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رسالة يقول فيها أين المجتمع الدولي من الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب العراقي من هذه الحكومة، أقصد العصابة الفاسدة. يقول أثبتت الوقائع مشاركة المجتمع الدولي في هذا الفساد. رسالة من أحد المرسلين، من أحد المتصلين، يقول فيها نرجو من قناة الرافدين التركيز على من نهب الأموال وسرقها من قبل الأحزاب والرفحاويين كما يقول. يقول ألا يحسون بمعاناة الشعب العراقي والنازحين، كيف يعيشون؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والله دائما يا أخي نتحدث، ومع الأسف أنه العراق يوميا عشرات ملفات الفساد في كافة الأصعدة وفي كافة الوزارات، فدائما هذا الموضوع الرئيسي هو كشف الفاسدين والفساد في العراق. وكذلك دائما قناة الرافدين ما تركز على موضوع النازحين والمفقودين والمغيبين والمعتقلين وحقوق المواطن العراقي. نعم، يعني تقديرات حقوقية تشير إلى أن عدد الصحفيين، نعود ونذكر بلغة الأرقام، الذين قتلوا في العراق منذ الغزو الأمريكي في عام 2003 يتراوح بين 293 إلى 435 قتيلا، وتتوزع كما جاء في هذا التقرير، تتوزع دمائهم على جهات عدة بين ميليشيات مسلحة إلى مجهولين والجيش الأمريكي وتنظيم داعش. معنا اتصال أبو عمر من الموصل، تفضل أبو عمر. السلام عليكم أخوي العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك.
الله يرضى عنك. نحيي قناتكم الكريمة قناة الرافدين السباقة بنقل الأخبار عن مقتل كل في العراق. يا أهلا بك. ألو، تفضل معك أبو عمر. أخي، موضوعكم عن مقتل الصحفيين من 2003 والنشطاء بالعراق. نعم. يعني اصلا الصحفيين والنشطاء اللي ينقتلون بالعراق مساله عاديه، يعني قياسا بالنقد على تنقتل. نعم. المظلومين من اهل السنه، يعني هسه بالعراق عندك هسه قبل حوالي 5-6 أيام في منطقه حمام العليل قريه الصلاحيه مقتل طفل عمره 12 سنه. نعم. مقتل اشخاص معروفين اللي قتلوه، يعني اشخاص معروفين موجودين هسه حاليا داخل المنطقه وما حد اصلا لا حكومه ولا العشائر تقدر تسوي لهم شيء. شنو مسنودين؟ منو ذولا؟ شنو منتمين؟ وليش قتلوه؟ منتمين للحشد، الحشد العشائري. ليش قتلوه؟ قتلوه شنو؟ انت كانوا عمامك فلان شيء، وخوالك فلان شيء، وطفل عمره 12 سنه، شنو ذنبه وجريمته ينقتل بهاي الجريمه؟ فكيف حال الصحفي وحال الناشط وحال الناس الطالب حقوق هاي الناس المظلومه بالعراق؟ لا حول ولا قوه الا بالله. وهاي الحادثه في احكي لك ابسط شيء، هاي الحادثه في منطقه حمام العلي قريه الصلاحيه قبل ما يقارب 5 أيام، يعني هذا الحادثه اللي تستفسرون من عندها موجوده، الناس يعني تخبروها من هاي المنطقه، يقتلون طفل عمره 12 سنه امام انظار الناس، قوم السوسي مزبل، يعني مع احتراماتي لكم. نعم. الا على الريحه مالته وعلى هاي على ما لقوه، ويعرفوهم الناس اللي قتلوه موجودين داخل القريه، ويفترون ويصولون ويجولون ويهددون بالناس وياخذون اتاوات ويهجرون وكيف، وما حد يقدر يحكي معاهم. فيعني العراق يعني انا يعني بين قوسين يعني العالم عايشه داخل غاب، يعني العراق عباره عن غاب. نعم. فيعني حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. انا اشكرك ابو عمر من الموصل كان معنا. وصلنا الى نهايه هذه الحلقه التي تحدثنا فيها بمناسبه يوم الصحافه العراقيه. تحدثنا عن معاناة الصحفي العراقي والتهديدات ومن تعرض إلى القتل، ذكرنا بعض الأرقام والتقارير الدولية التي سلطت وتسلط الضوء على حال الصحافة في العراق، حيث يعتبر العراق من ضمن أسوأ البلدان حول العالم في حرية الصحافة. شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.